يسأل يقول دائما نسمع إذا استفتيت استفتي من تثق بدينه وعلمه وورعه. نعم تجتمع هذه الثلاثة، لأن لابد يكون عنده علم لكيف يستفتى، ولابد يكون عنده دين يخاف الله سبحانه وتعالى، ولابد عنده يكون ورع، وهو إذا كان لا يعلم يقول لا أعلم، كما قال علي رضي الله عنه: ما أخفها على قلبي، إذا كنت لا أعلم أقول لا أعلم. فالإنسان لا يجوز له أن يتكلم بدون علم، لا يعلم يقول لا أعلم، يعلم يفتي بما يعلم. فالقصد أنه لا يسأل إلا من تثق بدينه وعلمه وورعه، أنه يعني يتثبت قبل أن يفتي، والله أعلم.